عليك يومين ارجع عليك هتتجوز وتدي كمان. ما انا ما كنتش مصدق انك راجع لي. هميس انا بحبك وعاوز اتجوزك. تتجوزني هميس؟ انا مش قادر اعيش من غيرك. عرفت قيمتك اليومين اللي سبتيني فيهم. جوزيني هميس. بس انا اللي لازم اخطبك مش انت. ما عندكم العروسه هي اللي بتخطب العريس؟ ايوه خليك عندك. اي صديقي الجميل، اني ارغب في ان اكون بوصفي زوجتك صاحبه املاكك. عن اذن 5 دقايق. راح فين؟ الشبكه والدبله والخطوبه وشمبانيا النهارده وبكره جواز. موافقه؟ تحب تتفرجي على التلفزيون؟ تلفزيون؟ تعالي اقعدي هنا. دلوقتي تقعدي تتفرجي هنا، هتطلع صور على الازازه دي، تتفرجي عقبال ما ارجع لك. سيداتي انساتي سادتي، موعدكم الان مع حلقة جديدة من مغامرات الخواجة بيجو، تمثيل فؤاد راتب الخواجة بيجو بالاشتراك مع بليغ حبشي. السعادة يا خضرت. ايه في ايه؟ يلزم خدمة؟ لا ده يلزم خدمة، امال انا جاي ايه؟ جاي نسخت؟ جاي نستعطى منكم؟ طبعا في خدمة. خلصني بسرعة، عاوز ايه بالظبط؟ اتفضل الجورنال بتاعكم اهو. ماله جورنال؟ انتوا كاتبين هنا اعلان، عاوزين واخد موظف. فعلا احنا طالبين واحد باش كاتب. ايه ما احنا جاتوا هنا مقصاص على سر الشغلانه بتاع البستاكب دي. لا باش كاتب. ايه بستاكب هو ده. بقول لك باش كاتب. ايه يا حبيبي بستاكب هو ده. امرنا لله بستاكب. ايه باش كاتب هو ده. كنت بتشتغل ايه قبل كده؟ ادي بقى. انت ما سمعتش عني قبل كده ولا ايه؟ ابدا. ما سمعتش عن بيجو مسفريتو كاتوليانو باستانو اريسيان دوندوفلو كوكاس باولو فاستولو بولو فينو بيجو؟ ده انا كنت مطرب كبار، كنت مغني مسهور قوي. تعرف في الشغلانه بتاع المطرب دي كنت بنكسب كتير كتير كتير. لازم صوتك حلو قوي. لا يا حبيبي هي اكل الحكايه مش حكايه صوت. امال ايه بقى؟ انا كان عملت واخد حفله على سان قلت غناوه. كنت اعمل واخد تذكره على سان دخول بواخد ارث، واخد تذكره على سان خروج بعصر ارث، وافضل اغني اقول واخد ليل بتاع لانا، واخد عين بتاع لانا، كان كله تذاكر بتاع خروج يخلص قبل التذاكر بتاع دخول. طب شوف اسمع بقى، الشغلانه بتاعت البستاكر اللي قصدي البشكاتب اللي انت جاي تشتغل فيها دي لازم يعرف 3 لغات، انجليزي وفرنساوي وطلياني. طيب ومال لما لقيته مخصوص على اسم الحكايه دي؟ طب تعرف انجليزي؟ صف حضرتك انا خدق قوي، انما في الحكايه بتاع الانجليزي دي انا زي الخمار. طب تعرف فرنساوي؟ صف انا قلت لحضرتك انا خدق قوي، انما في الحكايه بتاع الفرنساوي دي انا طار الله في البرسيم بتاع الهوا ما نفهمش فيه ولا كلمه. يبقى ما فاضلش الا طلياني. اهو دي بقى اللغه الوحيد اللي تعرف. لا اللي ما نعرفهاش بقى. ولا تعرف انجليزي ولا فرنساوي ولا طلياني، امال ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي هنا علشان اقول لحضرتك ما تعملش حسابي في الشغلانه دي. حلوه دي. هميس آتون يتكلم. هميس عودي إلى آتون. آتون بحق رحمتك دعني دعني هنا. عودي يا هميس. أنا أحب. عودي لآتون. أنا أحب. عودي لأخيك آتون. أنا أحب. أحب. ليس من حقك أن تحبي. عودي عند الفجر. بحق جلالك دعني. عودي عند الفجر عندما تشرق الشمس.
موعدنا شروق الشمس. مالك يا هنيس؟ مفيش. صحيح مالك؟ مفيش. أول مرة بحب بالشكل ده، دايما كنت بحب من عقلي، أول مرة بحب من قلبي. انت خليتيني أسعد إنسان في الدنيا، أوعي تسيبيني مش هنفترق أبدا، هنعيش دايما مع بعض، مش كده يا هنيس؟ مش كده؟
هميس هميس. الو مين؟ فتحي؟ اي تتكلم منين؟ الأقصر؟ ايه في حاجة؟ طيب انا جاي بأول طيارة. طيب مهندس ينام لحد الظهر. قوم اسعى شوف لقينا ايه. انا لقيته ايه؟ فين؟ في البير. لقيته ايه؟ بترول. بترول ايه؟ تراخر. امال لقيته ايه؟ معرفش. انا مستنيك تحت. العمال لقوا التابوت ده وهم بيحفروا في البير الجديد يا باشمهندس. هميس حضرات الصحفي، احنا دعيناكم علشان نعلن لكم نبأ هام. لقد تمكنا الساعة 9:10 صباح اليوم من اكتشاف البترول في منطقة الآثار. يسعدني ان اعلن لكم اكتشاف مهم سيكون له دوي عالمي. لقد اكتشفنا اليوم في الساعة 9 صباحاً مقبرة عروسة النيل، ولقينا جثة هميس آخر عروسة النيل في تابوتها سليمة، ولقينا مع الجثة رسالة وجهتها لنا من العالم الآخر. هميس كانت بتقول الحب والسلام. اسمح يا استاذ. افندم. هميس. افندم. انت مين؟ نادي حمدي من روزا اليوسف يا فندم. انت من الأقصر؟ لا يا فندم، دي اول مره في حياتي ازورها. كنت عايزه اسال سيادتك سؤال. انت جيت هنا علشان تكتشف بترول مش كده؟ انت متجوزة؟ لا. ايه اللي خلاك تهتم بالآثار؟ مخطوبة؟ لا. انت متجوزة؟ مخطوبة؟ طيب يعني كيف؟ سامي